خبر فرحنا كلنا بعد استجابة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج أشرف زكي، الكابتن أشرف الشهير بأشرف فولة، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام واللي بيعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى تدخل علاجي سريع جدا. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصري وتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة له في أسرع وقت. احنا معانا على التليفون الكابتن اشرف احمد زكي بطل مصر والعالم في كمال الاجسام. يا كابتن اشرف صباح الفل عليك. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير. صباح النور. ربنا يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. اللهم امين. قول لنا، تلقيت خبر استجابه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ازاي؟ وانت يعني قول لي بقى، كنت متوقع السرعه دي ولا لا؟ لا ما كنتش اقدر اتوقعها ابدا. انا طبعا كنت بفتكر الموضوع كله انه زي من 25 يوم مسؤولين بيتكلمني ومفيش استجابه، لدرجه ان انا كنت خدت قراري ان انا خلاص اكمل علاجي على حسابي ومش عايز اي حاجه من الدوله. فوجئت طبعا ببعض الناس اللي جات لي من مكتب الرئاسه. كل ده انا مش قادر اتخيل برضو ان انا دول جايين من تبع الرئاسه، فكانت مفاجاه بصراحه صعبه جدا، ما مش قادر اتخيلها ولا قادر يعني ما در... يعني انا كنت كل استوعابي ان انا الوزير بتاعي بتاع الرياضه هو اللي ممكن يتبناني او يشوف موضوعي، لكن ما تخيلش ابدا فخامه الرئيس يهتم بيا بصراحه بالشكل ده. كنت حاسس الموضوع كبير قوي عليا، او انا معلش يعني مش قادر، حاسس ان انا بحلم. فاهتمام عالي جدا وفخامته يعني بصراحه. كل التلبيات العلاجيه بدات معايا، وانا دلوقتي حالا اخش المستشفى عشان ابدا مرحله العلاجيه، ومفيش اي تاثير في اي حاجه خالص. ربنا يخلينا سعاده الرئيس، واحنا طبعا في الاول في الاخر اولاد ورياضيين اللي بنمثل مصر داخليا وخارجيا. صحيح. وهو حقيقي ما اثرش معايا والله. انت بطل مصري وده حقك بالمناسبه، يعني ربنا يطمنا عليك دايما.